بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وفيديو جديد هنكمل فيه مع بعض القاعدة اللي شرحناها خاصة ب يونت 6. القاعدة كانت بتتكلم على so that such that to to وتركيبة enough. طيب الفيديو ده هيبقى عبارة عن تدريب على اللي فات، هيقيس أو أنت هتستخدم الفيديو ده عشان تقيس بيه مدى فهمك للقاعدة وتشوف أنت قدرت تحصل منها قد إيه. عندك في الكويز ده 20 جملة، ال20 جملة دول انا هبدأ احلهم مع بعض دلوقتي، لكن قبل ما احلهم انت هتوقف الفيديو دلوقتي، تمام؟ وهتلاقي فيه تحت اسم الفيديو كده في الوصف هتلاقي فيه رابط، انا حاطط في الرابط ده الكويز اللي انا هحله دلوقتي. هتحله الاول مع نفسك الاول، هم 20 جملة هتقيم بيهم نفسك. بعد ما هتخلص هتبدأ تشغل الفيديو وتراجع معايا اجاباتك وتدي نفسك درجة من 20، وطبعا تبعت لي في الايه في التعليقات تحت تقول لي انت جبت كام من 20. بالنسبة للناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات الخاص بشرح القاعدة، انا هحط الفيديو ده في الوصف برضو الرابط بتاعه، يا ريت تشوفه قبل ما تبدأ تحل. يلا نبدأ مع بعض حلقتنا. دلوقتي هنبدأ نحل مع بعض علشان تقيم نفسك وتدي نفسك درجة من 20 بعد ما انت حليت. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I was hungry that I ate 5 sandwiches back to back. طبعا الإجابة هنا هتكون so hungry. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين كلمة so و such في نوع الكلمة اللي بتيجي بعدها. So بيجي بعدها يا إما ظرف يا إما صفة، تمام؟ فالجملة دي فيها الصفة hungry، فهينفع هنا إن أنا أستخدم كلمة so وليس such، لأن such عايزة اسم وصفة. طيب الجملة الثانية، It was a violent match that many players were seriously injured. طبعا الإجابة الصح هنا هتكون such a اللي هي ديت، لأن أنا عندي اسم وصفة اللي هي كلمة violent match. Number three, I have little time that I can't visit any of my relatives. طبعا الإجابة هنا هتكون so، لأن احنا اتكلمنا قبل كده إن كلمة little وكلمة few وميني وماتش بيجي معاهم سو مش ساتش، تمام؟ طيب الجملة الرابعة، نمبر 4، the meat smelled bad that I couldn't even try a piece of it. طبعا الإجابة هنا هتكون كلمة سو، لأن أنا عندي كلمة bad صفة فمش هينفع أستخدم كلمة ساتش، والكلمتين دول هما اللي بياخدوا كلمة ذات، يعني أقول سو ذات وساتش ذات، لكن نوع الكلمة اللي هنا هي اللي بتحدد هستخدم أي واحدة فيهم. طبعا الإجابة تاني so bad that. Number 5, they are evil people that we all avoid dealing with them. طبعا أنا عندي كلمة evil people اسم وصفة ومعايا كلمة ذات موجودة. طبعا كلمة ذات زي ما قلنا يا such يا ايه يا so، فنشوف نوع الايه نوع الكلمة اللي موجودة. الكلمة هنا هما كلمتين صفة واسم، يبقى طبيعي ان انا هاخد such. طيب انا عندي هنا such وsuch an، تمام؟ وطبعا هو حاطط لك كلمه evil بادئه بايه؟ بفاول ساوند، على اساس ان انت هتروح على طول على كلمه ان، وده غلط. ليه؟ لان نوع الاسم هو اللي بيحدد هختار such بعدها اداه من ادوات النكره ولا لا. يعني هنا في الجمله مثلا كلمه people كلمه جمع، يبقى ما ينفعش معاها لا ا ولا ان، يبقى هنستخدم such بدون اي ادوات بعدها، ويبقى الاجابه such evil people. طيب number 6, it was windy to play football, for this we went back home. طبعا وجود كلمة to بيخلي ناس تروح تختار وهي مغمضة كده كلمات معينة. طبعا كلمة to انا ممكن استخدمها مع كلمة enough ومع كلمة to اللي هي الايه double o، تمام؟ نشوف معنى الجملة هنا. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كلمة to والصفة وto بيكون معناها جدا لدرجة ألا، تمام؟ طب نشوف هنا الجملة هنا هل فعلا معناها كده؟ طبعا هتبقى الإجابة هنا تو ويندي تو بلاي، معناها إن الجو كثير الريح جدا جدا لدرجة إننا لم نستطع لعب الكرة. باقي الجملة هو الواضح طبعا، الكلام ده قال لك فور ذس وي ونت باك هو، معنى كده إن هما ما لعبوش كورة، تمام؟ طيب نمبر 7، This poem is for everyone to understand. It has no difficult words. طبعا انا عندي هنا كلمة to
فجايب لك تحت في الإجابات كلمة to جايب لك enough. ناخد بالنا أول من الاختيار هيبقى المعنى هو الفاصل هنا معايا. طيب لو أنا قلت كلمة too easy for anyone to understand معناها إن هي سهلة جدا لدرجة إن محدش فهمها، لأن إحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن كلمة to بتكون معناها نيجاتيف في الجزء الثاني منها اللي هو to understand، تمام؟ لكن هنا بيقول لك it has no difficult words معناها إن هي easy enough for everyone to understand معناها إن هي سهلة بشكل كافي لدرجة إن أي حد يقدر يفهمها، تمام؟ طيب number 8. Number 8. This t-shirt is for me to wear. Give it to my younger brother. نفس الكلام هنا كلمة to وجايب لك تحت في الاختيارات كلمة small وجايب لك كلمة enough، يبقى المعنى هو اللي هيحدد هنختار ايه، تمام؟ طيب لو بصينا للجملة دي هتبقى المعنى ان هو too small for me to wear معناها ان هو صغير جدا لدرجة انني لا استطيع ان ارتديه، عشان كده قال هيديه لاخوه الاصغر، تمام؟ يبقى الإجابة too small for me to wear. Number 9. This cave is for us to spend the night in. Let's go somewhere else. طبعا وهنا معنى الجملة إن هو مش أمان بشكل كافي، واللي وضح لي المعنى بقية الجملة، وده يأكد لنا حاجة إن إحنا لازم نقرأ الجملة من أولها لآخر كلمة في الجملة، لأن ممكن يكون الجزء الثاني دليل حل زي الجملة دي كده. طبعا أنا عندي كلمة تو، تمام؟ وكلمة تو ممكن يجي معاها تو اللي هي دي، وممكن يجي معاها كلمة إناف، المعنى اللي هيحدد هنا بقى. طيب كلمة نوت سيف، إناف طبعا الإجابة الصح معناها إن هو ليس أمان بشكل كافي أو ليس آمن بشكل كافي إن إحنا نقضي فيه الليلة، وعمل في الآخر let's go somewhere else يعني اقتراح إن إحنا نشوف مكان تاني. الإجابة صح not enough not safe enough. Number 10. Unfortunately I arrived at the station to catch the train. هو بقول unfortunately معناها إيه؟ معناها لسوء الحظ، معنى كده إن هو ملحقش، تمام؟ يبقى هو وصل too late to catch. too late معناها متأخر جدا جدا لدرجة أنه لم يستطع أن يلحق بالقطار، تمام؟ طيب number 11. cancer is serious disease that it kills so many people every day. تمام أنا عندي هنا في الجملة دي اسم وصفة، يبقى طبيعي أن أنا هختار such a serious disease. number 12. It was raining heavily that I couldn't continue driving. طبعا انا عندي كلمة that، فطبيعي ان انا اختار يا اما so يا اما such. انا عندي هنا ظرف، الكلمة دي اللي هتحدد، كلمة heavily حددت لي ان انا هختار so heavily that. Number 13. I have read many novels that I now feel like writing one myself. نبص على الاختيارات اللي موجودة تحت، في عندي فوق في السؤال كلمة that، تمام؟ فطبيعي ان انا هختار يا اما so يا such علشان نكمل الجملة بذات. طيب انا عندي هنا كلمة many، واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كلمة many وmuch وlittle وfew بتاخد كلمة so، يبقى الاجابة الصح هنا هتبقى so many novels. number 14. I am to reach the top of the cupboard. get me a chair to stand on. عندك في الاختيارات تحت موجود كلمة to وكلمة enough. طبعا احنا كنا اتكلمنا وقلنا ان المعنى هو اللي هيحدد. هنا الجملة بتقول I am to reach the top، هو قال لك get me a chair، معنى كده ان هو مش طويل بشكل كافي، تمام؟ يبقى نقول في الاجابة not tall enough to reach، ومعناها انا لست طويل بشكل كافي ان انا اقدر اوصل لاعلى الدولاب. طب لو احنا اخترنا كلمة to، واحد يقول يا مستر ما هي كلمة to بيجي معاها to ده شكلا، لكن شوف المعنى تو تول تو ريتش معناه ان هو طويل جدا بشكل هائل يعني لدرجه انه لا يستطيع، المعنى تلاقيه ملخبط كده مش هتمشي كمعنى يعني. تمام طيب I can see the building. number 15. I can see the building but it is far away to see the details. طبعا الإجابة الصح هتبقى too far away، هو قادر يشوف المبنى لكن بعيد جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يرى تفاصيله، تمام؟ طيب number 16. It was freezing that many layers of clothing didn't keep me warm. طبعا الإجابة هنا هتكون
so freezing. so بعدها الصفة معناها الجو بارد جدا جدا، درجة تجمد يعني، لدرجة إن طبقات كتيرة من الهدوم مش مخلياني أشعر بالدفء، يبقى الإجابة so freezing. number 17 it is enormous watermelon that it can weigh over 10 kilos. طبعا أنا عندي كلمة enormous وكلمة watermelon صفة واسم، يبقى الإجابة هتكون such an enormous watermelon. number 18 it was dangerous to continue sailing in high winds so we sailed ashore. طبعا هنا الإجابة هتبقى too dangerous to continue، معناها خطير جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن نكمل الإبحار في الهاي ويندز اللي هي الرياح العاتية يعني. لذلك إحنا نزلنا على الشاطئ. تمام، يبقى الإجابة هتبقى too dangerous to continue. number 19 this dress is to wear to the wedding but that other one is not fashionable. تمام، طبعا كلمة but ديت قسمت لك الجملة جزئين اتنين، الجزء التاني منها بيقول ولكن معناه من المعنيين مختلفين أو متناقضين اللي هو الكونتراست. بيقول لك التاني ده not fashionable، يعني معنى كده إن التاني كان good enough، اللي هي this dress is good enough to wear. number 20 kind is the manager that we all like and respect him. طبعا الإجابة هتكون so kind is، وطبعا في حالة إن إحنا استخدمنا كلمة so في البداية فأنا بتعامل معاها زي السؤال بالظبط، يعني أحط بعدها صفة وأستخدم الفعل المساعد والفاعل وبعد كده أجيب كلمة that زي الجملة دي. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منها ومن الأسئلة اللي إحنا جبناها، وفي انتظار تعليقاتكم بالدرجات اللي أنتوا جبتوها. شكرا لكم.